السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخباركم؟ كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير ودائما في صحة جيدة وعلى ما يرام، والمشاركة ديالكم معايا نالت الإعجاب ديالكم على بركة الله. هذا النهار غنشارك معكم واحد التحلية كتجي رائعة، غتنال الإعجاب ديالكم بالتأكيد. يلا معايا نبداو مع المقادير وطريقة التحضير، ويلا هنقولوا بسم الله. ويلا معايا لمكونات هذه التحلية، غادي تكون بسيطة وبتأكيد متوفرة في كل منزل، ألا وهي محتاجين هنايا 250 مليلتر ديال القهوة. قهوة حضرناها عادية 250 مليلتر، كوب لاروب ديال السكر باش نحضرو الكراميل، نشا ولتر من الحليب، وسكر فانيليا، والسكر بطبيعة الحال باش نحليه حسب الذوق. هذا هما المقادير ديال التحلية، ونمشيو مباشرة للتحضير ديال الكراميل باش نبداو مع الوصفة ديالنا. اول حاجه كنبداو معها في التحليه هو هذا السكر ديالنا، غنصبوه في هذه الطنجره وغنتظروا عليه، ما نحركوه ما والو، صافي غنخليوه غير كيطلع مع الحراره وهو غادي يبقى يتحول الكراميل. ولا بغيتو تكون النتيجه 100% يعني ناجحه، غتضيفوا قطرات من الحامض، فقط قطرات، صافي غتخليوه ما تحركوه ما والو، وان شاء الله نرجعوا من يتحول غيبدا يتحول غتشوفوا معايا. تما كما كتشوفوا معايا ما كنقربوا له ما كنحركوه، كنخليوه بوحدو، هو بدا كيتحول سائل، داك الحامض كيساعدو يعني ما كيخليش يخسر الا درتو ديك القطرات. بدا كيولي سائل، كنبقاو نديو نجيبو فيه غير بلا ما نحركو، ونتابعو دابا معاه باش ما يوليناش اسود، الا يعني كحال صافي مرار يرجع مر، خليوه غير اللون ديالو يكون ذهبي وصافي ما نكحلوش. وهي الطريقه ديال الكراميل الناجحه، هو غيتحول دابا اللون شويه غامق. صافي غنصبو في الاناء اللي غادي نحط فيه الفلو ديالي التحليه عفوا، هذا هو اللون بالضبط اللي بغيت نتحصل عليه. صافي دابا غنمشي نصبو في الاناء ديالي ونرجعو نكملو الوصفه. هادو الكراميل ديالي صبيتو انا فهاد الاناء هذا ديال الكيك، كيجي الشكل ديالو زوين من كنقلبوه، ودائما الكراميل حداه معاه ما ديروش في الزجاج يكون فازك راه غادي يطرطق لكم. هادو هما النصائح ديال الكراميل، يعني حداه معاه ديما ديروه في شي انيه هكذا بحال هادي باش ما تخافوش عليها تطرطق تهرس لكم. ونتلاقاو ان شاء الله مع تتمه. هذه القهوه كما كتشوفوا عندي هنا 250 مليلتر، ربع لتر، ربع يترو، مجرد قهوه طيبتها عاديه. بسم الله، غادي نضيفوا لها السكر حسب الذوق، والنشا ملعقه ونصف مملوء، اولا الكريم باتيسير اللي بغيتو، يا الكريم باتيسير النشا، انا غنستعمل غير النشا. السكر غنضيف ملعقتين لان القهوه مره بالطبيعه ديالها، والذوق ديال كل واحد يدير اللي بغى. كريم باتيسير ملعقه ونصف، عفوا، ولا النشا، انا غندير النشا ملعقه ونصف، ملعقه، ومع التحريك المستمر حتى تخترنا ملعقه ونصف، وغنجيب مع التحريك دائما حتى تخترنا ونصبوها فوق داك الكراميل ديالنا. ونغفلوش على التحريك دائما، من نستعملو النشا ولا كريم باتيسير كنبقاو مع التحريك باش ما يلصقناش في القاع ديالها. ونتلاقاو من بعد ما تختر، هاي القهوه ديالنا بدات كتختر، صافي غنمشيو نصبوها في ديك الاناء مباشره فوق داك الكراميل، غنصبوها مباشرة هنايا فهاد الكراميل ديالنا. غنشارك معكم هاد الكاس الصغير باش تشوفوها في الكؤوس كيفاش كتجي، حتى في الكؤوس غتجي رائعة الشكل ديالها من كنقلبوه. ودابا غنمشيو نحضرو الحليب، غادي نخليو داك الطنجرة نفسها اللي حضرنا فيها الكراميل كنخليها هي نفسها، كنجهز فيها الحليب كيعطي داك المذاق رائع الكراميل من كنخلطو معاه الحليب. غنصب فيه واحد لتر من الحليب، سكر فانيليا، انا استعملت لتر من الحليب، نتوما اللي بغيتو تستعملوه 750 مليلتر تقدروا تستعملوها مع ربع لتر ديال القهوه باش يجيكم لتر. انا كتعجبني الطبقه كتجي عريضه من كنكثروا الحليب. غنضيف واحد القليل من قهوه سريعه الذوبان اختياري، اللي ما بغاش يضيفها يخلي غير الحليب، هذه كتعطينا واحد اللون رائع في القهوه، يعني كتجي على نكهه القهوه بالحليب. والسكر حسب الذوق، انا غندير 3 في كل نصف لتر يعني 6 لتر، وانتم ديروا اللي بغيتوا، كل واحد غادي يحلي على حسب الذوق ديالو. درت انا 6، انتم غديروا اللي بغيتوا، هذاك الشيء كيرجع لكل واحد.
والنشا غادي نستعمل كل نصف لتر من الحليب، 3 الملاعق من النشا، لتر غنستعمل 6 ديال الملاعق من النشا. النشا من عبرت 6 الملاعق جاتني تقريبا كوب، هاد كما كتشوفوا غادي نعبروا حداكم 6 ملاعق، ملعقة، 2 3 4 5 6، نفس اللي عبرناها 6 الملاعق باش تجينا خاطره ما تجيناش كتسيل الا من قلبوها. ومع التحريك دابا المستمر حتى تخترنا هاد البودينغ ديالنا، دائما مع التحريك المستمر غنغفلوش على هاد القضيه هادي، يعني نخليوها نمشيو ولا نرجعوا، لا ضروري نبقى واقفين معها مع التحريك دائما. هذه هي النصيحه ديالي. من بعد ما بدات كتعقد غنضيف هاد الملعقه ديال الزبده فيها مع التحريك، وغنمشيو نصبوها مباشره فوق الاناء ديالنا. غتشوفوا معايا ان شاء الله ونديوها الثلاجه تبرد، تبرد تماما، ونتلاقى ان شاء الله مع التقديم النهائي لها من بعد ما نصبوها في القوالب ديالها. صبيناها مباشره فوق هذيك القهوه ديالنا ومباشره الى الثلاجه دابا حتى تبرد نهائيا، وكنغطيوها ببلاستيك غذائي ونديوها للثلاجه، ونتلاقاو ان شاء الله مع التقديم النهائي ديالها من نقلبوها في الصحن. غتشوفوا النتيجه كتكون رائعه ان شاء الله. هيا دي التحليه ديالنا من بعد ما خليتها بردت، يعني تماما تاكدت انها بردت. انتم كما كتشوفوا هذا الكاس هذا باش تشوفوا في الكؤوس، وهنايا في هذا المول ديالي غتديروا انتم في اي مول بغيتوا والشكل اللي بغيتوا. غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نقلبوه في الطبسيل ديالو، يعني في صحن التقديم. وغادي نرجع كنجيبو السكين وكندوزو في هاد الجوانب باش ما يبقاش ملصق من بغيو نقلبوه، ونحطو اناء التقديم ونقلبوه على الوجه الاخر. شوفوا ما شاء الله التحليه ديالنا كيفاش جات، الشكل ديالها رائع. غير كندوزو السكين جيدا وكنبقاو نفطو. غادي نشارك معكم هاد الصغير هذا كيفاش غادي ننزلوه في الصحن ديال التقديم. الشكل ديالها رائع، حتى المذاق اكثر من رائع مع ديك القهوه والكراميل اللي استعملنا فيها. تاهو كنجيبو السكين وكندوزو مع الجوانب ديالو باش ما يلتصقناش. غنجيبو الطبيسل ديال التقديم، جبنا صحن التقديم كنبداو هو كيطيح. كنتأكدو انه نزل، يعني في صحن فردية يمكن عطا الشكل احسن من فلو كبير. شوفوا ما شاء الله التقديم ديالو راقي، وشنو المقادير يعني بسيطة، العشاق القهوة مع الحليب، وكأن القهوة الحليب على شكل فلو رائع. غادي تشوفوه من الداخل كيفاش جا، وهذا هو الشكل ديال الفلو ديالنا من الداخل، كيجي رائع هانتوما كما كتشوفوا. نقطع معكم، كيجي رائع مع هاد القهوة وكأنه كابوتشينو كتاكلوه. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، بالتاكيد غينال الاعجاب ديالكم الا جربتوه، وغادي ينال الاعجاب ديال الاسر ديالكم، خصوصا هذا الكبير هذا كيتحط هكذا عائلي بشكل عائلي، يعني العائله كلها. وتقدروا من الاحسن ديروه في صحون فرديه بحال هذا اللي شاركت معكم. هذا تقدروا تقطعوه حتى هو يعني قطع وتقدموه في الصحون فرديه. غنشارك معكم نقدموه في صحن فردي حتى هو، او تقطع معنا بكل سهوله وحطينا هنا في صحن فردي. حتى وتقدروا تحطوا يعني تقدموه تقطعوه قطع تحطوه في صحن فردي. كنتمنى يا ربي تجربوها، الا جربتوها غادي تنال الاعجاب ديالكم بالتاكيد. القهوه كتجي المذاق ديالها رائع، كيبقاش فيها ديك المروره ديال القهوه. الناس اللي ما كيبغيوش القهوه الا جربتوها ما غاديش تحسوا انها يعني ديك اللي ما كيستحملوش المروره ديال القهوه، جات رائعه. انتما كما غادي تشوفوا معايا حتى هذه، وانتما كما كتشوفوا شكيل ديالها رائع. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم يا ربي وتجربوها، واذا جربتوها ان شاء الله تناولوها مع الاحباب والوليدات في الصحه والراحه. وما تنساوش تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والضغط على زر لايك يعني فضلا وليس امرا الا جات على خاطركم. وكنتمنى لكم شهيه طيبه الى جربتوها، والى اللقاء. مع السلامه، دمتم في حفظ الله ورعايته، والى اللقاء.